بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا دلوقتي مقارنة بين مسألتين. المسألة الأولى f x باتنين جذر x زائد 4 ناقص 1. المسألة الثانية f x بسالب 3 جذر x ناقص 1 وبره زائد 2. الفرق بين الاثنين ان هنا الجذر قبليه موجب، هنا الجذر قبليه سالب. هيعمل اختلاف فقط في المدى. أول خطوة من خطوات الحل هي ثابتة، ما تحت الجذر لابد أن يكون أكبر أو يساوي الصفر. يعني x زائد 4 أكبر أو تساوي الصفر، يبقى x أكبر أو يساوي سالب 4. الخطوة التانية ثابتة معايا هي الرسم. بعمل جدول، بناخد أول عدد للx سالب 4 وزود عليه 1 يبقى سالب 3، ونعوض في المعادلة المعطاة 2 جذر سالب 4 زائد 4 بصفر، صفر في 2 بصفر ناقص 1 يبقى الناتج سالب 1. يبقى أول زوج مرتب اللي هو بداية الرسم هيكون سالب 4 وسالب 1. النقطة اللي زادت سالب 3 لأنه أنا بقول x أكبر، فالأكبر من سالب 4 سالب 3. هنعوض 2 جذر سالب 3 زائد 4 وبره الجذر سالب 1. سالب 3 زائد 4 بواحد، 1 في 2 باتنين، 2 ناقص 1 1، يبقى الزوج الثاني سالب 3 1. بنرسم الخطوة الثالثة الرسم. ادي اول نقطة سالب 4 وسالب 1، النقطة الثانية سالب 3 1، وعملت كيرف بايديا لان ده دالة جذرية. طيب اول نقطة في الجدول هي دي بداية المجال وبداية المدى. بداية المجال اللي هو الاكس، وبداية المدى اللي هو الواي، يبقى x حيث أن x أكبر أو تساوي سالب 4، المدى y حيث أن y أكبر أو يساوي سالب 1. السؤال الثاني عكسه لأن في إشارة سالبة بره، بس خطوات الحل ثابتة معايا. x ناقص 1 ما تحت الجذر أكبر أو يساوي الصفر، هودي سالب 1 الطرف الثاني يبقى x أكبر أو تساوي الواحد. الخطوة التانية خطوة الجدول، أخدت الواحد وأخدت العدد اللي أكبر من واحد وهو الاثنين. هنعوض سالب 3 نزلتها جذر 1 ناقص 1، 1 ناقص 1 صفر يا أولاد، صفر في سالب 3 بصفر، يبقى الاثنين اللي بره الجذر هي اللي معايا، يبقى الزوج الأول 1 و2. طيب سالب 3 جذر 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 1، جذر الواحد 1، واحد في سالب 3 بسالب 3 زائد 2، سالب 3 زائد 2 سالب 1، يبقى الزوج الثاني 2 وسالب 1. الخطوة الثالثة خطوة الرسم. لقيت ان الاثنين وسالب 1 النقطة بتنزل لتحت، لما وصلت زي ما انتم شايفين الواي بتنزل، الواي بتنزل لأسفل، والواي تخص المدى، يبقى x بحيث أن x أكبر أو تساوي الواحد اللي هي أول نقطة في الرسم. الواي لا، الواي بقى هتنزل تحت، يبقى الواي أقل أو تساوي الاثنين. الفرق بين الأولى والتانية إن الواي هنا أكبر، الواي هنا أقل. إمتى بعمل عملية التباين واي أقل، المدى أقل؟ إذا كانت في الدالة قبل الجذر في إشارة سالبة. نخلي بالنا كويس جدا جدا، أول ما نلاقي إشارة سالبة قبل الجذر التربيعي يبقى ناكس إشارة الواي، أقول واي أقل أو يساوي العدد اللي بره الجذر اللي هو الاثنين التلاتة الخمسة الستة، اللي هو العدد اللي بره لوحده، ده هو ده العدد اللي باخده دايما. استودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.